اعطيني كم واحد من هالكياس. شايفه وزنك كم كيلو؟ لسه بدك تحملي الكل؟ هاتي لك شو هالحكي، حلي عني حامل. انت شو نسيانه؟ شو دخل الحمل بهالشي؟ على الاقل اعطيني الكرزات. هاتي انت جاي على بالك تاكلي كرز؟ عم تتحججي لتحمليهم وتاكلي، مو لحتى تساعديني. قديه شكلها قيمه ومكيوده. شو بدي رد عليكي؟ هلا انت هيك شايفتيني؟ هيك. طيب بدي اكلهم هلا. لا بس نهال بعدي هيك. دي مركدو ستي جنت، مدري شو صار لها. لك شو صاير؟ هلكت من المشاكل، اشتهيت حدا يجيني بخبر ما فيها زبدة. شوفي كمان. انا كمان ما فهمت، بس ما انا طبيعيه. جنت طاير عقله وما عم تعرف شو عم تحكي. اختي لازم تجي بسرعه تشوفوها. يا الله. يعني نحنا طلعنا عاملين كل هالقعدة على الفاضي بالاخير؟ قال شو يا بعدي؟ بيت أدرية وبيت رمزية ما عم يحكوا مع بعضهم. أدرية قال بتموت ولا بتقعد معها على نفس الطاولة شو ما صار يصير. العمى هيك قالت لي؟ ايه بتعرفوها وبتعرفوا لسان الزفر. لسه هذا ولا شي. طلع لي عمك كاظم قال ما بيقدر يركب بالسيارة لهيك مو جاي على العرس. عند ايه بس هيك ما بيصير، ما بيصير. صار عمره 87 سنة وهذا من كبارية العيلة، حرام. خليه ينبسط شوي خطي. ما هيك انا بدي احاول لحتى يجي. يي صحي، بدنا نستقبل اللي بدهم يجوا من السفر. لكن في 27 واحد جايين من الضيعة، 8 رح يبقوا عند منور و10 رح يعدوا عنا. اوه لسه في كتير عالم. المكيودة سعاد قال مستحيل تستقبل حدا، يا بعدي عم تدحن بيتها وهي عم تتحجج حتى ما تتعب. اصلا ما في اشطر منها بالحجج، بس بدها تريح حالها. ايه صرت حافظتها لهالقليلة المروة. وين بدنا نقعد الباقي؟ والله لا يصفوه بالشوارع. شو بدي لحق لحق انا كله براسي. يلا انا بدي اروح. لوين رايحه؟ تركيني. تعال نهرب. شو قلتي؟ والله ما عاد فيني اتحمل. انا رح رد عليك، خلينا نهرب عن جد لانه شغلي زادت عن حدها. تعي حبيبتي، تعي امشي نقعد شوي لحتى انا هديكي. ما عم يخلصوا المشاكل، كل شوي بتطلع شغلة. أنا بس بدي أتزوج وما عاد بدي لا أعمل عرس ولا غيره، عن جد بس هيك. طيب حبيبتي طيب، شو هي المشاكل قليلي؟ بتعرفي شو؟ استني شوي. وين حطيته؟ فورا رح نحله. اكتبي المشاكل هون لشوف. يلا واحدة واحدة. كيف يعني؟ انت هلأ اكتبيهم ومنحلهم كلهم أوام. طيب ماشي خليني اكتبهم. شو اللي بضحك خير؟ بلا غلاظة. حجز لي 27 غرفة مشان ضيوفنا مع الفطور. ايه ولا تنسى بطاقات الطيارة بعد 4 أيام، وبعدين اصلا بدنا نوصل لضيوف دغري. خلينا نجهز مكان ليرتاحوا ويجهزوا حالهم. وأهم شيء الطاولات والمحلات، بدي تصغر الطاولات وتكتر عددهم لأنه في ناس كتير ما بدها تقعد مع بعضها. مو معقول كل هالمشاكل حليتهم بتليفون واحد؟ مو عم تبالغي شوي حبيبتي؟ ما عم بالغ ولا شيء، أصلاً عقلي ما كان عم يستوعب كل هالمشاكل. بس شكلي كنت نسياني إني خطيبته لعمر قبلك جيز ذكي. ديما؟ ها؟ في شي مهم.
أمك بدها تجي؟ لا، وستي سألتني عن هالموضوع، ما بدي. متأكدة؟ ما متأكدة، متأكدة، وما في داعي نحكي بهالموضوع. ماشي على راحتك. هذا هو ما هيك؟ ما فهمت. يعني بس سألته كنت منتظر يلي قلته لحتى تقلي على راحتك وخلص وما تتدخل بنوب. يعني ايه على الأغلب؟ بس هالموضوع ما عاد مهم هلأ، نحن سوا جنب بعضنا وبدنا نتجوز. بس دقيقة. شو صار؟ دقيقة بس. إن شاء الله تحبي. أنت يلي عملتها؟ عم حبك كل يوم أكتر من اللي قبله. أنا بموت فيك عمر، الله يخلي لي إياك. بدنا إيقاعات جديدة ووقفات المودلز بين الحقيقة والخيال، شي يكون بيعطي طلة سحرية وبنفس الوقت طبيعي. ممكن نعتمد نماذج من الكتب والقصص. بالمختصر دولامو اي اوتخو ديمو. العشق وشيء آخر. ايه حبيبتي. هاي حبيبي. ايه اكيد. معلش تستني ثانية. اي انت عقلك ما بيمشي لقدام، عندكم تحضيرات للعرس وانت لسه قاعد بالشغل. اي وقف. اي كأنه الجملة صارت شوي غريبة. لؤي اطلع لحتى تركز وبعدين ارجع احكي. روح حياتي، بعرف شو بدي، ركزت ومشي الحال. بدك تتجوز بعد 3 ايام، شايف انه وقت الشغل هلا؟ يا شلال الجليد. اي عمورة قلبي، مو المفروض نحكي عن حفلة التوديع العزوبية؟ نرومتي سلمتني هالشغلة. توديع شو وعزوبية شو يا لؤي؟ أنا من زمان ودعت العزوبية وخلصت منها. أي ما أبرد قلبك، كل شي اعترض عليه، خالف كل الناس عطول. أي يا روحي، بدي أعمل لك حفلة أسطورية. إي بدي يكون وداع لا ينسى. ترك هالشغلة علي، عندي خطط كثير غريبة. أنت ترك حالك إلي، رح ننبسط كثير سوا. الو ياسمين خانوم، في مصيبه. خير؟ لؤي بيك ناوي يعمل حفله توديع عزوبيه لعمر، وحكى انه رح يكون فيها شغلات غريبه، وقال بدهم ينبسطوا كتير سوا. شو هالمسخره؟ كيف هيك؟ شو ممكن تكون هالشغلات الغريبه؟ ما بعرف، شو بيعرفني على شو ناوي؟ صدقيني ما فهمت شي، بس مزعوجه كتير. شو معناته هالحكي؟ كيف عم بيفكر وشو بده يساوي؟ بالاخير هن ما بيحق لهم يعملوا شي خلينا ننزعج نهائيا. يا مسكينه، بليله الحنه رح تقضيها بكي والشباب يقضوها صياعه. شكله هيك بده يصير. انا هادي اللي فهمته، قلتك لما قال له رح ننبسط كتير، شو بيكون قصده يا ترى؟ من وين طلعتوا لنا هلا بحفله توديع العزوبيه سيد غسان؟ اي حفله؟ بلا برادي غسان، ما بعرف شي عن الموضوع. قال له اي محضر شغلات غريبه ورح تنبسطوا. لك حافظتي للؤي، بتعرفي لا تهتمي، يقول لي يشبع. ما بدك اهتم؟ طبعا يا قلبي لا تهتمي، شو بده يصير يعني؟ منقعد شوي ومنخلص بدون بنات، انا وعمر وبس. متأكد غسان؟ متأكد معلوم، متأكد حبيبتي ياسمين. شو صاير لك؟ يعني انتو اكيد مو مخططين لأي موضوع مشكوك بأمره؟ لا شو هالحكي، لا مشكوك ولا غيره. يي يا اكيد اكيد، وحاجة تفكري بهالقصة انسي. ماشي إذا هيك،
اضحك. اوف يا لؤي الدب، ما في حل غير نعمل بوتوكس للسانك لتسكت. اوف لؤي، انت اهبل ولا مسطول؟ حياتك سمعت حدا حكى عن حفلة العزوبية قدام النسوان؟ اي نسوان؟ ولك انت خربت الدنيا، هلأ الكل عرفوا ياسمين اول شي واكيد ديما كمان. ايه طبعا رح يعرفوا، لانه انا لؤي اللي نظمت الحفلة، الحفلة تحت اشرافي انا. ايه ويعرفوا شو بهم؟ ها غسان انت هون شريك؟ هون ايه، عم شوف هالاجدب شو مخبص. حضرته خبرني على حفلة العزوبية وديما على التليفون. هي هي وديما دغري قالت لها ياسمين. اوف لؤي اوف. لك يا زلمة، ما في مرة مرقت لنا شي على خير بدون ما تعمل عي وجع راس. هلا تفاتوا كلكن علي، انا واحد حساس، اي بجوز يغمى علي من القهر منكن، واذا متت بيلتغى العرس، على الاقل بدكن تستنوا سنة ونص. اي هلا انا شو جابني على هالسيرة؟ اتركوني ريح اعصابي، روحوا من وشي يلا، نزعتوا لي مزاجي بقلة فهمكن. اي وين رحتوا تركتوا لي انت وياه؟ يا عن جد راحوا، لوين رحتوا وتركتوني وحيد بهالحياة؟ اي اصلا انا مليت منكن، جماعة المتزوجين مملين ومشرشحين، انا ليش عم عيط عليكن اصلا؟ وليش ما عم يوطى صوتي؟ تعبت يا ربي، يا ربي دخيلك ليش ما عم يوطى صوتي يا ربي؟ اي شو مفكر حالك مهندس ديكور انت؟ بترتب الطاولات على كيفي مو على كيفك انت، التنظيم شغلتي انا شغلتي. اي 40 يوم وانا عم خطط كرمال عمورتي. اي ليكو يا اولاد، في ديكورات بدي وصي عليهم لسه، بيوصلوني عبكير ما هيك، بدنا نوزعهم بطريقه غريبه. اي شو غريبه قدنيك؟ تعال عندي. ولا شو اسمك انت؟ عمار. عمار، حياتي اسم عمار دقه قديمه. انت رح يصير اسمك يوري من هلا ورايح، فهمت شو قلت لك؟ حياتي اسمع، هدول هن الشموع المحطوطين على الطاولات، ما في عنا غيرهم؟ عنا. اي نحن جايبين الوانهم موف ما هيك؟ اي المفروض نجيبهم زهري ولا منخليهم ازرق احلى؟ اي ما بيزبط الازرق. اي مو مهم، خلص غيرت رايي، خلينا على الموف، عمورتي بالبق له اللون الموف. يلا امشي. اي فظيع، انا مبدع، رح تكون أحلى حفلة تنكرية عمل المجتمع الراقي، وكل وسائل الإعلام رح يحكوا عني، كل المشهورين معزومين رح يوقفوا على باب الحفلة. لو أي سارجن رح يكتب التاريخ من أول وجديد. أي يا ولد. أه إيه أي يا ولاد، يلا اشتغلوا عطيكم مصاري، عبيهم منيح. ها ما بدنا حدا يقول عنا هدول بخلا. هلأ هيك بيربطوا هدول؟ عطيني ياهون هاتي. شوفي كمان. ما دخليك ستي، عن جد ما بيعجبك العجب. للضيافات جاهزة ما هيك؟ جاهزة جاهزة، بس لو انهم مكترين الليموناضة. والله مكترين، عملنا طون ليموناضة. خلص روقي. وين الراحة؟ يا سارة وين حطيت الراحة؟ ستي شبك اهدي بقى، خلاص جبتها وصارت بالمطبخ جوا. طيب ماشي، انا خفت تكوني نسيتي بهالعجقة. شوفي للضيافة شغلتك، سمعانة؟ فهمنا. ايه بتعرفوا شو؟ لو انه جبنا مازهر زيادة مو كان احسن؟ خلصنا ستيف، هلا بشو لازمنا المازهر الزيادة؟ كلها رشة بتنحطوا بس. نفخ قلبي. حطهم يا ابني حطهم. صحيح خالي نوران، في شغلة، سعاد حطت إشارة على الكراسي هدول وقال من رجع لياهن نفسه. يي شوفوا الكل، شو رح ناكلهم يعني؟ دخيلة ما بدي كراسيها هالشرشوحة، رجعهم. ستي شو مفكرتينا شحن نحنا؟ انكسر ظهرنا فيهن، ما برجعهم أنا. وأنا ما عاد فيني أحمل، ما برجع شي. ستي الكراسي لازمينا أصلاً، امرقية هالمرة، خلينا نستفاد منن هلأ. طيب ماشي خليهن، بس هي اخر مره باخذ من عندها شيء. ايه طيب مثل ما بدك، وين بدي احط هدول هلا؟ شغله لمخك، دبرهم بشي قرنه. يي سمو. تعال معي شوي لبرا. تاتا
شو بدي؟ وين الرابع؟ وينه؟ بدي لك شي. احكي. انت مو اخي؟ الله يوفقك، بدي تعرف لي عمر شو عم يعمل بحفلة توديع العزوبية. ايه لا الله يوفقك ما دخلني. ولك سمعوا، شاككني قلبي شو فيها اذا قدمت لي هالخدمة؟ شايفتيني جاسوس؟ امتى بحياتي عملت هيك شي انا؟ بعدين اتركي الزلمة على راحته، شو دخلي؟ شو يعني شو دخلني ولا؟ رح يصير جوزي هاي؟ هي بتمك قلتيها رح يصير جوزك، يعني تركيه يعمل شو ما بده بهالليلة مرئية؟ شو؟ شو يعني يعمل شو ما بده اه؟ يي رح موت لبين ما تمرق هالليلة، قال اتركه يعمل شو ما بده قال، مو حرام عليك انا اسوي اي شي دبرها؟ ما رح ساوي شي، وانت شيلي هالافكار من راسك بترتاحي وبتريحي، انسي هالقصة بقى، إذا ما فكرتي بهالشغلة بيكون أحسن. بسيطة. وليش لا انطر حدا انا؟ خلص ديما شو فيها يعني؟ هلا بتصل فيه وبسأله عادي، إذا اتصلت شو فيها؟ شو بعرفني؟ ألو حبيبتي؟ عمار؟ يا نعم. أنت شو عم تساوي هلا؟ متذكرة البرداية اللي حبيتيها؟ عم ياخدوا المقاسات تبعها. يي دخيل قلبك ما أحلاك، ليش عم تعذب حالك؟ كنا أجلناها لبعدين، ونحن بالأساس متفقين إنه يمكن نغير البيت، لهيك ما في داعي تعمل هالشغلات وتضيع وقتك. ولو كان أكيد بدنا نقعد بهالبيت لو يوم واحد بعد الزواج، بدي كل شيء على ذوقك. أنت أحسن شاب بالدنيا كلها، مو معقولة شو حباب وظريف. تعرف شو خطر لي هلا؟ أنا وياك عن جد رح نسكن سوا. مو بقيان كتير. بعرف إيه؟ صحيح، أنت شو كان بدك؟ آه كان بدي يعني مثلا دردش معك ونتساير، ومثلا كان بدي قول بالضبط شو عم تساوي. انت قولي لي بالضبط شو بدك. بحفلة العزوبية شو رح تساوي؟ عم فكر، بدي اعمل حفلة وانبسط، شو رأيك؟ شو عم تقول؟ ايه يعني شو فيها؟ ولا شيء يعني. انت مو قلت هديك المرة شغلة؟ قلت له للؤي انك ودعت العزوبية من زمان وما بدك هالحفلة؟ ايه قلت له هيك بوقتها، بس هلأ قال لؤي محضر حفلة بتجنن، حرام تعب فيها كتير حتى نكون مبسوطين، ويعني هي اخر مرة بنمشي بهالطريق. عمر هلأ انت عم تمزح معي ولا عم تحكي جد؟ ما صدقك مو؟ اكيد مزح. ها يلا معناته بدي سكر. اوكي يا روحي. اوكي. اوف رح يوقف قلبي. انه بس بدي افهم هلا ليش بيحبوا يبكوا البنت بليله الحنه تبعها؟ مو لازم تكون مبسوطه؟ ما هيك بالله، حرام عليهم. شوف شلون الرجال بيشربوا بينبسطوا بيصيعوا، مو على كيفهم. لا رح ابكي ولا شيء. ليش لا ابكي؟ رح اتجوز فرحات. النكد ما له داعي، انسي. غير ستي يا روح على ستك انت، ما شاء الله شو لعب لك الفستان. ما خطر لي بيوم من الايام رح وقف قدامك وانت لابسه فستانك بيوم الحنه. والله وكبرتي يا روحي، يا عيون ستك تعي تبريني. وانا كمان. هلا نحن مو مسموح نبكي صح؟ لا اوكم. خلص نحن لحالنا بعدين منبكي. ايه طيب بنتي ماشي. يا اهلا وسهلا يا شباب، شرفتوني. شو حلوة الحفلة عن جد حلوة. اي شو هاد هالعين ما عم شوف فيها. شو بدك لؤي؟ وينهم هدول؟ مين اللي وينهم؟ اي عمورة وغسان وينهم؟ حياتي يعني انا عامل حفلة كبيرة على مستوى اسطوري وبدأ تليفون ما بيردوا علي حتى؟ اي شو تروح على الفاضي كل التحضيرات؟ يا حياتي لو سمحتي بعتي وراهم فوراً. اي ماشي طيب بدي اقول لهم وبشوف شو بيصير. يلا
أهلين، كيفك رولا؟ ها، وين مختفيين؟ بالبيت أنا وغسان. ليش؟ ليش ما رحتوا على الحفلة يلي عامل لكم يا هلوأي؟ كل شوي بدقلي لإلي وبيبهدلني. لا تخلوا يجنني، روحوا خلصوني. الله يوفقك عمر، احملوا حالكم وروحوا لعنده. يلا كرمالي خد غسان وروحوا لعنده. من هلأ عم قلكن لحدا يبكي اليوم، نحنا بدنا ننبسط وبس. شو هاد يا؟ شو مفكرين البكي خلق للبنات والشباب ينبسطوا؟ ايه خلاص فهمنا، انا ما عاد ابكي خلاص. ايه ممنوع الواحد يتأثر، ايه شو قولة طعمي بدون دموع؟ هلأ ضروري الحزن، هاد فرح يا ستي. ايه ماشي، انا ما بدي ابكي، بعدين شو عيب يعني؟ ليكني هال كل الأغاني النكد والمقت اللي بتعرفيهم حطي لنا ياهن، خلينا نشوف اذا رح تبكي عروستنا ولا لا. ايه لا تاكلي هم خالته، هالشغلة علي. يلا روحي من شان الضيوف. ياسمين خانو؟ ليكي ديما، وصلتني أخبار ما بتطمن أبداً عن هاي الحفلة. اتصل رفيقي وعم بيقول إنه القعدة كلها مياعة وتخبيص وجنان. أنت عرفتي شي عنها؟ تخبيص؟ شو قصدك تخبيص؟ يعني إنه جنان وهيك شغلات؟ شو رح يعملوا؟ شو رأيك؟ أصلاً نحن منعناهم يحضروا حفلة توديع العزوبية، بيقوموا بيقرروا يخبصوا كمان، يعني الواحد بينشغل باله. المفروض نعرف شو عم يصير. أنا رح جرب شغلي. سكري بعد شوي بتصل فيكي. يلا بقى البسي وروحي، الناس عم يستنوكي برا. نهال بدي منك خدمة. شوفي وصلت عروستنا، وصلت، طلع عليها مثل القمر. طلع أميرة يا روحي، مبروك. الله يحميك يا روح ستك، أنت اشترطت علينا ما نبكي. تعي حياتي تعي، فوتي ستي، فوتي لجوا، بياخد العقل. حلوة ما شاء الله. لا هلا كله تمام، ما هيك؟ ايه كله تمام. الأميرة بياض والثلج كلكم طالعين زراف. حلوة طالعة، عيونك الحلوة وجهي مثلك، كلكم حلوين اليوم. عاملين جهدهم. وليه؟ في وحدة لابسة مثلك، هي نورتونا، أهلا وسهلا. أي أنت شكلك بخوف، ليش هيك؟ شايف حالك لوليتي، الحفلة بتاخد العقل. حياتي شكرا كثير لذوقك، أنا كل الحفلات اللي بعملهم هيك. وليه فروحة؟ شو اللي سمعته؟ يلا أحكي لشوف. شلون خلصتي من المرحوم بهالسرعة؟ إيه لا تزعلي، أنت تجوزتي بعد 40 يوم. خلص احمدي ربك واشكري إنه مات. يلا إن شاء الله ألف مبروك. يلا أي أهلا وسهلا حياتي، أهلا وسهلا. طمني تركت هديك ولا لسه؟ لا مع بعضنا لسه. إيه شو بدنا نعمل هلأ؟ بدنا نتجوز هلأ، بالأول أنا وبعد أنت. هو بدنا نتجوز، بس بعدين شو بدنا نعمل؟ ما بعرف، بجوز بعدها بحياتنا يكون في حركة أكتر. إيه شو ما شبعت حركة لهلأ؟ لو حياتنا بتمشي بهداوة أكتر، تخيل كيف بتكون. طول بالك علي، في براسي كتير أفكار. قصدك إنه الحركة من الحب؟ إيه من طاقة الحب، فيك تقول هيك. هاي خطوة لنكمل اللي ناقصنا، وقتها بتبلش الحياة الجد. يلا لشوف إذا هيك يا عمر إبلكجي، ما عرفتك أنت وعريس. اهلا وسهلا حياتي، يلا رقصي، خلينا نرقص يلا. استنى انا ماني جاي ارقص. ليش انتي هون؟
شو جابك يعني؟ انت مو معزومه على هالحفله، اجيتي بالغلط حياتي، هي الحفله للرجال وبس. وين الرجال؟ وين الرجال؟ هاد سؤالي انا، وينهم هن؟ اي يا الله، كل البنات يلي هون حلوين كتير. حياتي شكرا كتير لذوقك الحلو، كلياتهم نقيتهم بإتقان. طبعا حفلة لؤي سارقل لازم تكون فوق المعايير. ايه صح، ما شفته عمر، وينه هلا؟ اي وانا ما شفته. لهلا ما اجا، وسام ما اجا، وليه مو عيب عليهم ما يجوا؟ يعني ما اجا لا هو ولا غسان بيك، متأكد من هالحكي؟ اي وليه؟ لا هو هون بس مخبيه جوات الجاتو، ما تغير مستوى ذكائك، ما عبالك ما اجوا الاثنين. حلو هالحكي، ممتاز كتير حلو. يلا لكان انا رايحه معناتها. لوين؟ على ليله الحنه. انقلعي حني حالك كلك. يلا. اي وليه رولا؟ اي هدول وينهم لهلا؟ حكيون خليهم يجوا لعندي بسرعه، هالتعب كله لم يتعبته برايك؟ مو معقول يروح على الفاضي، يا حويت التحضيرات والتعب كرمالهم. يلا. الو نعم رولا. غسان لساتكن بالبيت لهلا؟ لساتنا. عيب على فكره، والله عن جد عيب، لو اي اشتغل وتعب كل هالتعب كرمالكم. يا الله يلا بقى قوموا روحوا، وهيك بتشوفوا الناس شوي احسن ما تقعدوا وتملوا مثل الختايره. لك اوف رولا، بدون افقفه مو ناقصني براده. هي انا اجيت على حفله الحنه. اها وشلون الوضع عندكم؟ يعني الحقيقه مالي باحسن حالاتي، بس بيمرق طبعا نقلوا اي فوق راسي زاده. خلص غسان احملوا حالكم وروحوا يلا. شو عمر نروح؟ نروح لعند لؤي؟ شو رأيك ما نروح شوي؟ ايه حرام، خلينا نروح لكان، شو منعمل؟ يلا يلا قوم لشوف. عزب حاله مو حلوة. ديما بدي اقول لك شغله، كانك سمنانه شوي. يي والله معك حق، بتحسيها كانها انتفخت كتير. حرام بيكون معها نفخه، توترت كتير يا علي. لا هيك بتكون النفخه مستحيل. ديما يا بنتي ما تردي علينا. يي شو بكم بكيتوها للمسكينه؟ يا روحي انت اهدي، جيبوا لها مي لهون. دمدوم شو ما في داعي لهالبكى كله هلا. ايه معها حق، زودناها عليها. يا روح قلب ستك تعي لعندي. شو عم يصير؟ ييه عادي كتير، بتكون متوترة زيادة. هذا اسمه دلال. بنتي الدلال مو علي انا، بدك تدللي على حماتك وجوزك لتكون بالجنة. لا واضح انه صاير لشي. ديما حياتي يا روحي لا تبكي، هيك بده يخرب المكياج. ما رح نفهم عليها، لا تتعبوا حالكم. نهال وينها نهال؟ نهال شو هاد؟ العروس ما طلعت ديما، هي فضيحة. خلص ايه والعروس وينها؟ رجعي خلص. ايه لا تكون هربت وبطلت تتجوز. هاي مو ديما، هاي جدتكم الحامل. كيف هيك يعني؟ ولي وين ديما؟ بعتذر. رحت على الدكان. بعرف مستحيل تصدقوا هالكذبة، الحقيقة أنا هربت لأني متوترة. You've said you've saved heaven
yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. اهلا وسهلا. ما عرفتكم بهالمنظر. لو ايه ورطنا شو عاملين ولا؟ طالعين انا وياك من كوكب ثاني. مستحيل البس هيك. شوفي يا قلبي اليوم. اي اجوا. اي خير مين بدك انت وياه؟ لؤي خلص هي اجينا عملنا مثل ما بدك، الحقيقة نسينا انها حفلة تنكرية، تستقبلنا هيك ولا نروح؟ شو برأيك؟ جايين بثياب الشغل، يقصف عمركم انتوا الجوز فوق ما خربتوا كل شيء جايين هيك، لازم قلعكم لبرا الحفلة. شكله معصب. معك حق كثير معصب. لؤي خلص لا تعصب، بكرة حأتجوز وانت عامل حفلة. وكل شيء طالع حلو، شكرا كثير أخي عقبالك. قلت لي اخوك ما ايه انت قلت لي اني اخوك هي اول مره بدي اياها ما بنسد وانا شو مبسوط عم امزح مو ضروري تيجوا بازياده نكوريه اذا بدكم بلا ثياب معلش اي الاخوات لازم يتحملوا بعضهم طبيعي قلبي عم يرقص من الفرح ومبسوط انا بحبكم كلكم انتوا اخواتي وانا بحبكم اي انا كثير مبسوط وبحبكم كثير بحبكم بحبكم Thank you.
أمي ديما اليوم رح تتجوزي. صباح الخير سامي بيك. شكري عمر مو هون؟ مو جوا سامي بيك؟ مو شكله جوا ما فتح الباب. ماله هون لكان؟ شو يعني مانو هون؟ اي والله بس دقيقة عمي. تفضل فوت. شو شكري؟ مانو هون؟ عمي العريس مانو هون ضايع غالبا. وين راح هلا؟ وين بده يكون يعني؟ شو بيعرفني عمي؟ غسان شو ما بتعرف امبارح المساء مو كنتوا سوا؟ ايه كنا سوا بس فقت ببيتي. بس انا كيف وصلت على بيتي ما عندي فكره بنوب. شو هالحكي هاد؟ شو قلت؟ شلون يعني ما عم تلاقوا لعمر وين بده يكون؟ بونجور نروم. اي حياتي بعتذر منك من الصبح بكير لسه صوتي مو طالع. اي حياتي. شو؟ يعني هرب العريس؟ طيب لوين راح؟ اي شو هالفضيحة هاي؟ ايه مستحيل يكون هرب. ليش بده يساوي هيك؟ لحظة روق وطول بالك. احكم تحس العروس بشي. خلينا ننطر. مننطر احسن. لكان طبعا انت مكيفة ومبسوطة بس اطلع علي انا مقهورة كتير. عقد مو فرحانة مقهورة يا ستي. خلاص شو يا ستي؟ ليش ما رضيتي يجوا ياخدوكي من البيت؟ كنا خلينا اصوات الزمامير تصرع الحارة. ما وافقتي من تناحتك. لأنه ما بدي حدا يجي. شو إله داعي؟ وبعدين هنن ما رح يجوا. نحنا بدنا نروح لعندهم ونريمان خانهم بدها تزبط لي هنيك الشعر والمكياج. بقى ليش نجيبهم وناخدهم 10 مرات؟ آخ لو اجوا كنا طققناها لسعاد من كتر الجكر. كانت شافت سيارات بيت الإبلكجي جايين ياخدوها لبنتي. هالزمامير مولع الحارة. لأنه المهم إنه سعاد تشوفهم اجوا. وعم تطولي لسانك فوقها. ما خليتي عادي ما خربتيها. ستي شو بدك لسه؟ عملنا ليلة الحنة. شو بدك أعمل كمان؟ ايه ليلة الحنة ما هي. الله يعطيني عمر 20 سنة لضل أحكي كيف هربتي من ليلة الحنة وما حدا بيعرف لوين. من هون لوقتها رح تضلي تزليني. ايه الله كريم. شو جايين لعندي خير؟ لوي عندك خبر عن عمر؟ عندي. ها وينه طيب؟ ما له هون. عندي خبر انه ضايع وبس. طيب وين كان اخر مره؟ هون كان. ايه وامتى طلع من هون يا لؤي؟ اي انا شو بيذكرني سمسومه بيك؟ كان بيتي مليان ضيوف وشخصيات ما بعرف وينه. طيب طلع هو وغسان وقتها؟ سمسومه بيك انت صاير غريب كتير. غسان قدامك ما تساله. لؤي انا مو متذكر شي من امبارح. بلاك اوت. بس كثير انبسطت مع هيك حياتي. رسميا كانت حفله اسطوريه. لؤي بيك ركز معنا. عمر بيك مختفي ما حدا فينا بيعرف وينه. انت من وين طلعت لي؟ ابو شعر شايب مو عساس رح يقلعوك؟ اي اذا بدكم الحقيقه هذا بيكون بيعرف بس ما بده يقلكن. مو اول مره بيعملها. والله ما بعرف وينه. لؤي زور تركيزك بس شوي. عمر كان عندك شو بتتذكر عنه؟ دايا خليني اتذكر. اي عمورة شاب محترم واكابر قلبه كبير ومتواضع. هداك اليوم عمورة قال لي يا لؤي انت اخي وحبيبي وانا بحبك كثير. عمي مستحيل ناخذ منه معلومه مفيده. ما بدي اعصب. اي شبكون لحظه لسه ما اشتغل مخي من عند هالصبح. تعوا ناكل شيء. خليني وصي على فطاير لاعرف فكر شوي. لانه لؤي دقيقتين عمر ضايع واليوم بده يتجوز. فهمت؟